ايش؟ هذا هم الارهاب اللي يحكي عليهم الكيان الصهيوني المحتل. استقويتوا على الاطفال والمرضى والنساء من مسنين، وراح الامن وراح الاستقرار اللي يحكي عليه الكيان الصهيوني؟ الاستقرار في تدمير المستشفيات، قتل الاطفال الابرياء، قتلوا غير الاطفال. هذه ليست قضية إسلامية فقط، بل هي قضية إنسانية. حسبي الله ونعم الوكيل. الكيان الصهيوني مجرد احتلال. بإذن الله فلسطين حرة مستقلة. ربي يمهل ولا يهمل. استقويتوا على الأطفال؟ وش ذنب الأطفال والمرضى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعجز اللسان عن التعبير.